كان هشام كوتش كيفاش شفتوا اليوم المباراه وشفنا اليوم على عام غير عاده اخطاء كانوا بزاف ديال اللاعبين داروا اخطاء بزاف انا بالنسبه لي المباراه كانت يعني صراحه مزيانه لان الايقاع كان مرتفع ملي تتكون السرعه بزاف دونك ما كاينش ديما لي غروب تيكون فيهم واحد اللاعب ناقص تجربه تيكونوا جوج ولا ثلاثه من القدام فهذيك السرعه زائد اضافه الجمهور اللي كان كله مع طاجيكستان لانهم تقريبا بحكم الجوار انهم كلهم كانوا هنايا شربكوا شويه اللاعبين لكن لا يهم صدقني انه الايقاع كيفاش نجريوه وكيفاش جبنا داك المباراه في ظل هذيك الظروف فهنا هذا هو المهم عندنا كيفاش كوتشينا كيفاش اللاعبين خرجوا راسهم من الضغط 3 بوين مهمه احنا والبرتغال يعني الامور راها كما تنبأنا لها راها لوجيكا الساعه المقابله الاولى وقال لك كتكون ديما سوربريز فبالفعل صارت تيقني هذه هي المباراه اللي كانت شويه متخوف منها لان ما عارفش بزاف على طاجيكستان وشفتوا انهم لعبوا بدون مركب ناقص زادوا بالحارس باغين غير يلعبوا باغين يديروا غير نتيجه وهذه تتكون صعيبه وصعيبه بزاف علينا لكن المباريات يعني القادمه شفنا جميع المنتخبات وغادي نهي اليوم بشكل افضل ان شاء الله كلمه الجمهور المغربي يا هشام والجمهور المغربي تنظن انه خصهم ما يديروش المقارنات ما بين هذه المباريات وكاس افريقيا وما يديروش مقارنات مع فرقه خسرات ب 10-0 وهذا الماتش هذا فاليوم الطريقه باش لعبوا الخصم زائد بعض الارتباك اليوم بينا الشخصيه ديالنا لان شوف لي ماتش كيتربحوا في الدقائق الاخيره المباراه ديال بنما تختلف على هادشي ومباراه ديال البرتغال تختلف على هادشي ملي تتكون شويه السرعه والعشوائيه تتكون هذا المشكل هذا دائما المباراه الاولى ما عارفش على الخصم حتى شي حاجه فتنظن انه دابا وقت التشجيع ماشي وقت اللي كذا ضيعها هذا كذا وقت التشجيع وان شاء الله تنوعدهم اننا غنكونوا افضل باذن الله